السلام عليكم أعزائي التلاميذ الصف الثالث ابتدائي. مادتنا اليوم قراءة. اليوم أعزائي التلاميذ راح ناخذ موضوع جديد وهو الحواس الخمس. الحواس الخمس راح نتكلم عن الحواس اللي عندنا، وهي حاسة البصر، يعني من خلال العين نبصر الأشياء اللي حوالينا، وحاسة السمع اللي هي الأذن، من خلال الأذن نستطيع أن نسمع ما يجري حولنا، وحاسة التذوق من خلال اللسان، اللسان نعرف الطعام حلو أو مر، وحاسة الشم عن طريق الأنف نشم الروائح الزكية مثل رائحة الورود ورائحة الطعام وروائح كثيرة. والحاسة الأخيرة أو الخامسة وهي حاسة اللمس، نستطيع أن نعرف الأشياء إن كانت ناعمة أو خشنة، بارد أو ساخن، كل هذه الأشياء عن طريق حاسة اللمس اللي هي الحاسة الخامسة. إذا أصبح لدينا حاسة البصر، وحاسة السمع، وحاسة الشم، وحاسة الذوق، وحاسة اللمس. راح نتعرف على حاسة حاسة من خلال موضوعنا اللي هو الحواس الخمسة. راح أبدأ بقراءة الموضوع. قال حسن: هذه عيني، بالعين أستطيع أن أبصر طريقي وأرى كل شيء، وأستطيع أن أقرأ وأكتب. العين حاسة البصر. شوفوا هذا حسن يتكلم عن حاسة البصر، يعني من خلال العين نبصر الأشياء حولنا ونستطيع أن نقرأ ونكتب. إذن هي العين حاسة البصر. راح نجي على عادل. شوف عادل إيش قال. وصاح عادل: هذه أذني، بالأذن أسمع الأصوات، فأسمع كلام الناس وأسمع الأناشيد والأغاني الجميلة. الأذن حاسة السمع. عرفنا عادل اتكلم عن العفو حسن اتكلم عن العين، عين حاسة البصر. بعده جاء عادل اتكلم عن الأذن. الأذن هي حاسة السمع، من خلال الأذن نستطيع أن نسمع. شوفوا هنا عادل قي يسمع بأذنه. نيجي على هيفاء. هيفاء ايش تقول؟ قالت هيفاء: هذا أنفي، بأنفي أشم الروائح المختلفة، فأشم رائحة الورد ورائحة الطعام. الأنف حاسة الشم. شوفوا هنا هيفاء قد تتكلم عن حاسة الشم. نيجي على إيمان. وصاحت إيمان: هذا لساني، بلساني أذوق الأشياء فأعرف طعمها، وبه أعرف الحلو والمر. اللسان حاسة الذوق. نكمل. هاشم، نشوف هاشم إيش قال. قال هاشم: هذه يدي، بيدي ألمس الأشياء فأعرف الناعمة والخشنة، وأعرف الباردة والساخنة. اليد حاسة اللمس. تكلمت هيفاء عن أنفا إن هو حاسة الشم، ثم تشوفون بالصورة قد شم الورود. ومن ثم إيمان تكلمت عن اللسان، من خلال اللسان نستطيع أن نتذوق الطعام فنعرف الحلو من المر، من الساخن، من البارد. ثم جاء بعدها هاشم تكلم عن حاسة اللمس، لمس الأشياء نعرف الناعم من الخشن، البارد والساخن. فجميع هذه الأشياء هي الحواس الخمسة. نشوف الجميع إيش قال. قال الجميع: نحافظ على سلامة هذه الحواس، ونعتني بنظافتها، ونبتعد عن الأشياء التي تضرها. هذا الموضوع عيني طلابي، تكتبونه مرتين على الدفتر إن شاء الله. بعد كتابة الموضوع مرتين سوف تقومون بتنزيل كلمات، وهي العين، الأذن، الشم، نعتني بنظافتها. هذه الكلمات عيني تنزلوها على الدفتر: العين، الأذن، الشم، ونعتني بنظافتها. ثم تشاهدون هذه الكلمات تنزل على الدفتر، وعند استئناف الدوام سوف يتم جمع الدفاتر ووضع درجة عليها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.